تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يرسل برقية إلى ملك المملكة المغربية الشقيقة محمد السادس، ويعرب له عن ارتياحه إثر نجاح العملية الجراحية التي أجراها. سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الدرع 2020، ويؤكد على أهمية هذه التمارين في الرفع من القدرات القتالية للأفراد والوحدات في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. تسجيل 117 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، وتماثل 135 حالة للشفاء، وتسجيل 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. الجزائر تحيي الذكرى 64 لاستشهاد البطلين الرمز أحمد زبانة وعبد القادر فراج، وإطلاق اسم البطلة الشهيدة للا فاطمة نسومر على أهم شوارع بروكسل.